هجوم على منزل نيمار ومحاولة خطف بنته مقابل فدية والموت يفجعه بأقرب الناس ليه. ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات اللي فاتت بخبر اقتحام عصابة منزل عارضة الأزياء برونا بيانكاردي حبيبة نجم الكرة البرازيلي نيمار لاعب نادي الهلال السعودي. وكانت العصابة المكونة من 3 أشخاص مخططة أنها تخطف مافي بنت نيمار، لكن لحسن الحظ ما كانتش الأم وبنتها موجودين في المنزل وقت اقتحام العصابة ليه، وكانت موجودة هي والطفلة في منزل أحد أصدقاء نيمار للاحتفال بمرور شهر على ولادة مافي. وقالت برونا إن والديها كانوا موجودين في المنزل وتم اتخاذهم رهنتين لمدة نص ساعة، وعلى حسب تقارير الشرطة إنهم ما تعرضوش لأي أذى. وبعد هروب العصابة اتصل والد برونا بالشرطة، وتعرفت الشرطة على شخص اللي كان سايق العربية اللي كانت راكباها العصابة وطلع جارهم وبيبلغ من العمر 20 سنة وتم القبض عليه. كمان كان اتعرض نيمار لصدمة جديدة وهي وفاة أحد أقرب أصدقائه، وكتب نيمار على حسابه في انستجرام يوم حزين مع خبرين مدمرين للغاية. ولحد هنا كن الفيديو خلص، إلى لقاء فيديو جديد وخبر جديد.